السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة سنتكلم عن عوامل الخطر أو الريسك فاكتور في الإصابة في أمراض القلب والأوعية الدموية، واللازم الكل الجميع يعرفها مشان ينتبه منها ويعمل وقاية منها. أهم عوامل الخطر للإصابة في أمراض القلب والأوعية الدموية تقريبا 5 أو 6 عوامل، راح نتكلم عنها إن شاء الله في حلقات قادمة بالتفصيل، لكن سنتكلم عنها في المجمل في هذه الحلقة. أهم هذه العوامل الإصابة بالداء السكري، الإصابة بداء الضغط الشرياني، ارتفاع التوتر الشرياني، التدخين مهم جدا سواء بالقسم الإيجابي والسلبي، سواء عن طريق التدخين السجائر أو تدخين النرجيلة. الأمر الرابع هو ارتفاع الكوليسترول وشحوم الدم، هي عوامل كتير مهمة جدا وكتير منتشرة في مجتمعاتنا نتيجة العادات الغذائية الخاطئة ونتيجة الأكل السريع الذي أصبح الآن في متناول الجميع وللأسف مضطر عليه الجميع. الأمر الخامس هو السمنة وحياة الركود، وهي تلعب دور كتير كتير كبير كمان نتيجة الحياة المعاصرة الجديدة، أصبحت حياتنا كلها في المكاتب والسيارات، فأصبح الناس للأسف بعيدين عن الرياضة، عن الحياة الفعالة، عن المشي، عن الركض، هذا أدى إلى السمنة وما أنتج عن السمنة من أمراض قلب وأوعية دموية. الأمر الخامس هو الحياة الشدة النفسية، وهي كمان للأسف هي منتشرة جدا خاصة في منطقتنا بعد الأحداث الأخيرة. الشدة النفسية تلعب دور كتير كبير كعامل خطر مستقل وكعامل خطر للعوامل الخطورة الأخرى، يعني الشدة النفسية هي بحد نفسها عامل خطر للإصابة بأمراض القلب، وهي تزيد من خطورة عوامل الخطر الأخرى مثل الضغط والسكر. يعني الشدة النفسية ستزيد من ارتفاع الضغط الشرياني، ستزيد من ارتفاع السكر، وستؤدي حتى إلى الاكتئاب والركود والابتعاد عن الفعالية الاجتماعية. الأمر الأخير وكمان مهم جدا وهذا للأسف أمر غير قابل للتعديل هو الوراثة. الوراثة تلعب دور كتير كبير في الإصابة في أمراض القلب والأوعية الدموية. هناك عائلات للأسف عائلات مرضية، بنشوف العائلات المرضية تصاب في أعمار مبكرة، كل عائلة عندهم أخ أو أب أو أم مصابين في أعمار مبكرة قبل 50، يجب أن العائلة كلها تكون تحت المراقبة، ويجب كل العائلة تعمل كنترول مبكر، تعمل فحص مبكر، تنتبه لعوامل الخطورة أكثر من العائلات الأخرى، لأنه العامل الوراثي صراحة قد يفاجئنا بأعمار مبكرة جدا، وقد نرى الإصابات وإصابات شديدة في أعمار 30 و35 و40 رغم عدم وجود عوامل خطورة أخرى، لكن العامل الوراثي لوحده قد يؤدي إلى إصابات شريانية وخاصة مبكرة. فكل إنسان عنده في العائلة إصابات شريانية يجب أن تكون مراقبته وطريقة علاجه وطريقة مداواته أفضل من أو أكثر أو أكثر قربا من العائلات العادية. طبعا عوامل الخطورة هي كلياتها، كل عامل خطر هو مرتبط بالعوامل الخطورة الأخرى. يعني لما بنقول ارتفاع الضغط الشرياني هو عامل خطر، لكن ارتفاع الضغط الشرياني قد يؤدي أيضا إلى ارتفاع السكري، وارتفاع السكري قد يؤدي إلى ارتفاع الضغط الشرياني، فكلها عوامل خطر. وكما تكلمنا أيضا عن العامل النفسي، كلها عوامل خطر تدخل في دائرة مغلقة ومعيبة ويؤدي بعضها إلى بعض. فكان لابد أن نتكلم بشيء من التفصيل عن بعض عوامل الخطورة إن شاء الله في الحلقات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.